فرش وتشطيب الشقة بتكون من أكتر الحاجات اللي بتشغل بال أي زوجين، سواء كانوا لسه هيتجوزوا أو بالفعل متجوزين وعايزين يظبطوا ويجددوا في شقتهم، وبيكونوا في حيرة كبيرة جدا بين الأزواج، أو بتكون في فعلا حيرة بينهم في اختيار الألوان وبقى شكل الفينش للشقة والفرش والديكور. يا ترى بقى ممكن يحصل في بينهم؟ هيحصل ممكن. مش ممكن ويا ترى، هو هيحصل. كل واحد بيبقى عنده وجهة نظر، بس كده. بس بقى مين المفروض اللي وجهة نظره؟ مش مسألة ماشي. مين المفروض ان يعني البيت ده احنا الاثنين هنعيش فيه، فاحنا الاثنين نكون مبسوطين. انا اسيبك تنفذي حاجة وانت تسيبيني انفذ حاجة. بتقعد عشان بتقعد قد ايه؟ تبقى الدنيا مشاركة. نعم جاوب. بتقعد قد ايه؟ بقعد قد ايه في ايه؟ في البيت اللي انت هنعيش فيه. اه ده كل واحد بيقعد فيه قد ايه؟ يعني انا ضيف يعني. لا طيب. بس مدد يعني، احنا خلينا متفقين ان في بعض هي بتقيم اكتر يعني، فمن حقها تختار كل حاجه بالنسبه للالوان وبالنسبه للفرش والديكورات وكل حاجه. طيب هو دايما بيكون فعلا في حيره زي ما كانت منى بتتكلم في الفرش والتشطيب، وازاي نحدد اللون بتاع الشقه والديكورات اللي ممكن نستخدمها في شقتنا. هل ينفع اجدد البيت باقل التكاليف بدون عمال؟ هل ينفع انا اقوم ده بنفسي؟ دي اسئله كتيره هتجاوبنا عليها دلوقتي المهندسه ايه اسامه، مصممه ديكور ومصنعه اثاث، موجوده معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا باشمهندسه. صباح النور يا استاذ محمد. صباح الخير استاذه منى. يا اهلا بيكي. في البدايه كده، هل زي ما منى كانت بتتكلم ان كل الامور دي الست او ربة المنزل هي المسؤوله عنها، هي اللي تختار اللون بتاع الشقه وتختار الديكورات؟ صاحبة البيت، وانا بالنسبه لي انا كضيف مثلا او الزوج مثلا ضيف، فهو ده الموجود. بص حضرتك اولا فضل. صباح الخير عليكم جميعا. صباح بالنسبه للبيت، فالبيت ده عشان نكون صراحة يعني هو بتقضي فيها برضو معظم وقتها، سواء كانت سيده عامله او قاعده يعني هاوس وايف في البيت، لكن ده ما يمنعش ان احنا لازم ناخد ذوق الزوج طبعا في الاعتبار ونحطه فوق راسنا مثلا. ودي حاجه احنا دايما نجبر بخاطره يعني. حتى أنا افندم نجبر بخاطره يعني بالظبط كده يعني. بص حضرتك، انا في المشاريع اللي بتجي لنا في مكتبنا لازم نعمل ميتنجز يكون فيها الكابل الاثنين، الزوج والزوجه او العريس والعروسه، عشان نقدر نعرف منهم اكتر ذوقهم هما الاثنين، ونحاول ان احنا الى جانب ان احنا نبقى مصممين ديكور ان احنا نبقى معالجين نفسيين يعني. لو حد عايز حاجه محدده نعملها له بطريقه فيها مسايسه من غير ما نزعل الطرف الثاني، فدي بتبقى حاجه ضروريه على مصمم الديكور ان هو يراعيها، ان هو لازم. دراستها ايه دي يا باشمهندس؟ فحتى لو في اولاد على فكره يعني، حتى مش مجرد الزوج والزوجه، ساعات بيجي لنا عملاء بيكون حد قاعد في بيته وعايز يجدده، زهق من البيت عايز يغير فيه، فلازم طبعا نراعي الذوق العام. والذوق العام ده بصراحه بنستشفه من الزوجه قبل الزوج، وبعدين بنبتدي نشوف كل فرد من افراد البيت محتاج ايه، وايه طبيعه يومه، وايه طبيعه احتياجاته، وذوقه عامل ازاي، وبنبتدي نعمل التصميم. في اشخاص بتبقى عمليه قوي، بتميل للحاجات البسيطه والمريحه زي المودرن، في ناس بتبقى حابه او متعوده على شكل البيوت اللي قعدت فيها وبتحس بالفخامه اكتر لما بتلاقي الحاجه ستيل. لما يجي لك اتنين، واحد عايز ستيل وحد عايز مودرن، ومش هيتفقوا على انهم يعملوا يعني حاجه كتير. بتحصل كتير قوي. بيجي لنا فعلا عملاء بتبقى الزوجه عايزه حاجه ستيل وكلاسيك وفرنساوي زي ما شافت بيت والدتها، زي ما شافت بيت عمتها، اند سو اون. وبيجي الزوج يقول لك لا، انا عايز حاجه عمليه جدا، مجرد كنبه وكرسي والحيطان بسيطه وكده. بنعمل معادله ان احنا بنتفق، طب حضرتك عايزه كلاسيك ده عشان بتحبيه انت شخصيا، بتحبي تقعدي فيه، بتبقى معظم الوقت الاجابه لا، عشان الضيوف وعشان الشكل اند سو اون. فبنحاول نعمل الطراز اللي هو مش مفضل قوي للكابل في الصالون في السفره. بنيجي بقى عند اوضه النوم، عند الليفنج روم، عند الحمامات، بنعمل الحاجات الابسط اللي هي تتماشى مع طبيعه الحياه اليوميه لينا كلنا دلوقتي يعني. محدش بقى قادر يشوف الحاجات الكتير المذهب بتاعت زمان وورق الحيطه البيزي قوي في التويلتس والكلام ده، لا. فبنحاول نعمل الموازنه دي معظم الوقت. طيب باشمهندسه، هل في كود مثلا لاكثر الالوان من الممكن تكون مريحه للبصر، فتبقى يبقى ده اللون الثابت مثلا في الشقه؟ حسب، لا، اللون الثابت في الشقه دي واسعه شويه، بس احنا ساعات في عملاء بيطلبوها، بس هو حسب كل زون يعني. في درجات الوان يعني بعلم النفس يعني، ده برضه من ضمن دراستي، انا درست علم نفس، بيبقى ليها اثر على النفسيه. لتس سي الازرق او البنفسجي بدرجاتهم دي بيعلي قوي التركيز. فلو مثلا اوضه ولد شاب ناحيه المكتب، نعمل له الحوطه، سوري، نعمل له الحيطه على لبني على ازرق اللي هو على رمادي خفيف. ليتس سي الليفنج روم او السفره مثلا انا اقعد اكل فيها، لا، زي دايما لو بتشوفوا في اعلانات الاكل بيبقى دايما اللوجو
في اصفر يا احمر يا اورنج، لان ده بيبقى فاتح للشهيه، فساعات بنغير الالوان. لازم نغير الالوان دي عشان نقفل الشهيه، مش عايزين ندخل في قصص سمنه ويبقى خلاص نمنع الايه تاني. لا ما احنا ما بنعملوش احمر قوي، يعني بنعمله مثلا بتنت خفيف احمر عشان كلنا نفضل رفيعين. لكن دايما دايما بنصح دايما اي عميل بيجي لي، اي عميل جديد، اي فيديوز بنعملها على السوشيال ميديا، ان خليكوا دايما اقرب في الحيطان للالوان الحياديه. واختيار الوان الحيطان دي نقطه، يعني لو تسمحوا لي اتطرق ليها. دايما العميل بيبقى مش فاهم، احنا نختار الاول الحيطان ونشطب وبعدين نفرش، وده بيبقى خطا كبير قوي الناس بتقع فيه. دايما قبل ما ابتدي اشطب بيتي او اختار ابسط التفاصيل زي لون الدهانات، لازم افكر انا النتيجه النهائيه عايزاها ازاي. فدايما نفكر بالعكس، لازاي انا عايزه البيت المود بتاعه هادي مودرن اللي طالع موضه جديد يومين دول، البوهو مثلا ستايل او الستايل البوهيمي. فبنفكر دايما احنا عايزين ننتهي فين، where we want to end. انا عايز اقعد في بيت يكون المود بتاعه زي البيوت بتاعه السواحل مثلا، الحاجات البيوت الشاطئيه اللطيفه، عايز الخامات اللي فيه كلها اخشاب. على اساسه بنبتدي نختار قبل ما نعمل اي حاجه في البيت، قبل ما نعمل لوحه الكهرباء، قبل ما نعمل تاسيس السباكه، بنبتدي نجهز زي باليت الوان. بعدين بنجمع يعني زي مقتطفات كده من الاقمشه اللي حابينها. اه انا شفت القماشه دي في حته وكانت لطيفه قوي، وشفت القماشه دي عند صاحبتي في الستاره. بنجيب بقى القصاقيص دي او القماش ده او نتخيلهم ذهنيا، ونبتدي على اساسهم نختار لون الدهانات، لان ده بيكون بمثابه الخلفيه اللي عليها قطع الاساس والفينش بتاع الاخشاب وكل حاجه. فدايما بنعمل مع العملاء ان احنا بنختار الاول حضرتك عايزه ايه، يعني عايز توصلي لايه الاول، ونبتدي على اساسه نعمل كل تفاصيل التشطيب سواء في الانشاءات او في التاسيسات او في مجرد اعمال الديكور. فدايما دي نصيحه لازم اقولها للناس، فكروا دايما انتوا عايزين البيت شكله عامل ازاي الاول، قبل ما تقولوا احنا هنعمل السباكه العاديه وتاسيس الكهرباء العادي وهنعمل دهان اوف وايت عشان البيت كله، او ابيض عشان طلع موضه فتره الناس تعمل ابيض. لا، فكري الاول انت عايزه ايه، تخيلي القطع دي جنب بعض، وانت حط لهم خلفيه، الخلفيه دي هتكون لون دهان الحيطه. فدي ملحوظه دايما بنقولها للعملاء، وفعلا ده اللي بيخلي انا ما اعرفش انا بعت ماتيريال للتيم لو شفتوا بعض المشاريع اللي احنا عاملينها، بيخلي دايما المشروع مريح للعين. ولو انت حابه الوان زاهيه وبتحبي الوان معينه، ابعدي ان انت تحطيها في الحيطان، يعني حاولي قدر الامكان اي الوان مميزه درجات لون صريحه مش الوان هاديه تبقى في قطع الديكور، لتسي لوحه على الحيطه، خداديات هحطها على الكنبه، تفصيله صغيره في السجاده، بحيث بعد شويه لو انا زهقت اقدر اغير الكلام. اغيرها صحيح. طيب باشمهندسه، لسه في ناس مثلا ممكن تطلب منك دلوقتي ان هم، في ناس بتعلق تابلوهات كتيره قوي في الشقه، في زمان كده ما اعرفش هو لسه موجود ولا لا، كانوا بيعلقوا صورهم وصور الاب والام وصور العيلة. وصور الجد. اه ده فعلا كان موجود. هل في حد ممكن ينفصلوا بقى فتبوظ الحيطه وتقعد تشيل الصور بتاعتك؟ لا يعني بتتلزق دلوقتي، بتتشال سهل ما تقلقش. بالظبط. فبالنسبه للتابلوهات برضو دي نقطه مهمه جدا، زي ما قلت لحضرتك الوان الدهانات، انا لازم احدد الفرش اللي انا عايزاه الاول عشان على اساسه احدد الالوان. نفس القصه، انا ببتدي اعمل سكتش حتى لو انا مش دارس نهائي، بعمل سكتش للبيت، يعني بعمل طول في عرض كل غرفه وابقى عارف الابعاد الحاجه اللي هتتحط فيها. انا عارف ان انا هنا هحط كنبه، وعارف ان هنا هحط فوتيه، وعارف الوانهم، ده رقم واحد. رقم اثنين، عارف بالوايم كده، ده جوجل ما خلاش حد نفسه في حاجه، لو دخلت كتبت الابعاد القياسيه او الستاندرد دايمنشنز الارتفاع مثلا اي كنب هيقول لحضرتك. فلما تيجي انت في الحاله دي عايز تشتري تابلو، هتكون من الاول مراعي نقطه الدهانات اللي احنا اتكلمنا فيها ان الالوان تبقى ماشيه معاه، مراعي هو هيتحط فين بالظبط، مش الله اللوحه دي عجبتني قوي انا عايز اجيبها على، ما ينفعش، لازم ابقى عارفه الكنبه بتاعتي هتتحط ازاي، الكونسول اللي هحط فيه فوقيه التابلو ده ارتفاعه ايه. فبراعي المقاسات، براعي الالوان، براعي ان يكون، دي برضو تريكه لذيذه قوي موجوده دلوقتي، الناس بتعمل فريمز حاجه تقدر تشيل الصور اللي جوه. فلو هي صور افراد تمام، لو انا عايزه بعد شويه لسه رمضان جه وعايزه اعمل ديكور رمضاني في البيت، بالراحه جدا هشيل الصور من ورا البراويز واحط فيها مثلا حتت قماش من الخياميه، ايات قرانيه، اسماء الله الحسنى. فانا دايما دايما من ضمن الحاجات اللي علمتها في شغلي ان البني ادم بطبعه بيزهق، في ناس طبعا اكيد بتحب الروتين، بس البني ادم بطبعه بيزهق، والزهق في البيت في التشطيبات ده بتكلفه، يعني بيعوض. صح. فانا ابقى عامله حسابي من الاول ان انا الحاجات اللي ليها بصمه او ليها سترينث او ليها قوه في التصميم اقدر اطوعها حسب رغبتي وحسب الحياه العمريه اللي انا فيها دلوقتي. انا كنت صغيره عايزه اشوف صور ولادي وهم صغيرين واعملها على الحيطه، بعد شويه زهقت من الولاد بقى وعايزه ابتدي اشوف نفسي عايزه احط حاجه ديكوريتيف،
فاقدر ابدلها من غير ما ابوظ الحيطه، من غير ما يعني عندي مسمار واحد عارفه مقاسه وعارفه ان هحط تحتيه كنبه وعارفه ان هحط مثلا مرايه يمين وشماله، فابقى دارسه كل الكلام ده قبلها. التسرع في تشطيب البيت ده من اكبر الاخطاء. النور، بنختار نحط النور ازاي بنختار نحط النور فين، وتوزيع النور بيفرق لو انا هفرش مودرن او لو انا هفرش ستيل، ولون النور كمان ابيض ولا اصفر. لسه والله حالا جاي لي سؤال من عميله حضرتك، اللي احنا هنعمل الاضاءه لونها ايه؟ طبعا احنا ما بنقدم الكلام ده بنقدمه موضح في لوحات. عشان اكون صريحه مع حضرتك، توزيع الاضاءه محتاج متخصص، لكن لو انا مش هقدر اجيب متخصص مصمم ديكور او مكتب ديكور زي عندنا، زي ما قلت لحضرتك جوجل سهل الدنيا خالص. انواع الاضاءه كذا نوع، عندي حاجه اسمها التاسك لايتنج او الهدف اللي انا قاعده فيه دلوقتي محتاجه الاضاءه، على سبيل المثال الاباجوره اللي على المكتب. عندي حاجه اسمها امبيانت لايتنج او الاضاءه بتاعه الاحساس العام بالغرفه اللي هي الاضاءه الخفيه، وعندي الجنرال لايتنج اللي هي الاضاءه العامه. لازم ادرس الاول، يعني انا مش مجرد عندي، لو حضرتك شفتي هتلاقي في البيوت كلها دلوقتي عاملين بيت نور وموزعين فيه سبوتس مش مدروسه اطلاقا، فلازم ابقى عامله حسابي برضه نفس السكتش اللي انا رسمته. هتخيل كده الكنبه دي 22 ويمينها وشمالها ترابيزه والناس قاعده، اكيد اللي قاعد مش عايز سبوت لايت فوق راسه، فلا يبقى انا هبعد عن الناس اللي قاعده واعمل هنا مخرجين اضاءه يمين وشمال على الترابيزات الجانبيه. فده بالنسبه للتوزيع، يا الجا لمتخصص يا اعمل سكتش، وده مش محتاج والله اي نباهه ولا شطاره. اكيد طبعا المتخصص بيكون عنده معلومات اكتر، بس احنا نقدر بسكتش بسيط جدا نبتدي نوزع الاضاءه. اهم حاجه لما نوزعها نراعي المسافات، يعني انا مثلا طالعه من الحيطه دي 50 سم ومنزله مخرج سبوت، لازم الحيطه اللي في نفس الحيطه على الناحيه الشمال برضو اطلع ال 50 سم. والنجف على سبيل المثال لازم ابقى مراعيه ان هو في منتصف القعده، ده اسمه الامبيانت لايتنج، ده اللي بيبقى الامبريلا او الشمسيه اللي تحتيها كل الاضاءات. فلو انا عندي غرفه سفره مثلا لازم النجفه تكون في منتصف الترابيزه، لو انا عندي صالون والصالون كبير ممكن اعمل نجفتين مش نجفه واحده، بس برضو تكون في منتصف الترابيزه. لون الاضاءه بيختلف طبعا حسب الاستخدام بتاع الغرفه وحسب الستايل، زي ما حضرتك قلتي لو ستايل مودرن اكيد الاضاءه بتاعته بتبقى مختلفه، لو ستايل كلاسيك الاضاءه بتاعته مختلفه، لكن معظم الوقت بنرشح احنا للناس يقربوا اكتر بين الاضاءه الدافيه اللي هي الورم لايت، وفي اضاءه ما بين الاثنين اسمها وورم وايت، بتكون زي اضاءه النهار اللي انا قاعده فيها معاكم كده، اكن سبحان الله في كشاف طبيعي لكن لون الاضاءه دافي مش ابيض، لان اللون الابيض ده بيعمل اكتئاب. يعني دي قصه ثانيه احنا بنبقى دارسينها في التصميم، ان ومش محتاجه تصميم، يعني في حاجه اسمها السيزونال ستريس ديس اوردر، ده خلل الموسمي، ده اكتئاب بيجي للناس من النور الابيض. من النور الابيض لا ده هي مش من النور الابيض بقى سبحان الله، يعني هما بيجي لهم في الدول الاسكندنافيين او الدول الاسكندنافيه وفي اوروبا عشان الشمس مش بتطلع كتير، فبيحاولوا دايما يعوضوا ده ان هما يعملوا اضاءه دافيه في البيت. فانا ربنا اوريدي حابيني باضاءه ممتازه وعندي شبابيك مدخله اضاءه، بلاش بقى انا احط اضاءه مصطنعه بيضاء الا في الاماكن اللي انا محتاجه فيها حاجه ابيض. يعني مثلا لو حد شغال ميك اب ارتست مثلا او عنده غرفه ملابس فارهه او كده ومحتاج يبقى شايف درجات الالوان دي، في الحاله دي ممكن اعمل اضاءه بيضاء. في التويلس مثلا ناس ساعات بتفضل تعمل اضاءه بيضاء، بس انا مش بحب ارشحها، بحب دايما الاضاءه الورم او الدافيه، وفي حاجه اسمها وورم وايت اللي هي دافئه بيضاء الاثنين مع بعض، فنبعد شويه عن الابيض عشان ما يجيلناش اكتئاب. احنا الحمد لله الشمس جميله والجو حلو عندنا، وترينا اقول انا عندي اكتئاب ليه يا باشمهندس؟ انا كل لمبه تتحرق عندي من اللمبات الثانيه دي، اروح اغيرها بلمبه بيضاء على طول عشان اشوف لمبه بيضاء موفره. في دلوقتي يعني فيكون الفرق حتى في الاضاءه ما بين الاثنين. حضرتك غير غيرها للاضاءه الدافيه والله هتحس بفرق يا استاذ محمد، تيجي تشكرني بعد كده. تمام يا فندم، طبعا بنشكرك جزيل الشكر، وشكرا كمان على الدور اللي بتقوموا بيه لما بيجي لك مثلا زوجين عايزين يختاروا وكل واحد فيهم عنده ذوقه، مثلا في حد عايز الستيل وفي حد عايز المودرن، فازاي تقدروا توفقوا ما بين الاثنين؟ ده دور مهم جدا. بنشكرك جزيل الشكر المهندسه آية أسامة خير الدين مصممه الديكور، شكرا لحضرتك.